بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن وهو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث. قال: سمعت محمدا يقول: القاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نزلت في انتظار هذه الصلاة التي تدعى العتمة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مطرف بن طريف وعبد الملك وهو ابن أبجر سمع الشعبي يقول: سمعت المغيرة بن شعبة على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى عليه السلام سأل ربه فقال: أي ربي، أي أهل الجنة أدنى منزلة؟ قال: رجل يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: كيف أدخل وقد نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ قال: فيقال له: أترضى أن يكون لك ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: نعم أي رب قد رضيت. فيقال له: فإن لك هذا ومثله ومثله ومثله. فيقول: رضيت أي ربي. فيقال له: فإن لك هذا وعشرة أمثاله. فيقول: رضيت أي ربي. فيقال له: فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث عن الشعبي عن المغيرة ولم يرفعه، والمرفوع أصح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا صاعد الحراني حدثنا زهير أخبرنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال: قلنا لابن عباس: أرأيت قول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما عنا بذلك؟ قال: قام نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فخطر خطرة
فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له قلبين، قلبا معكم وقلبا معهم؟ فأنزل الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير نحوه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: قال عمي أنس بن النضر، سميت به، لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر علي، فقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد ليرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من العام القابل، فاستقبله سعد بن معاذ، قال: يا أبا عمرو أين؟ قال: واها لريح الجنة، أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. قالت عمتي: الربيع بنت النضر، فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عمه غاب عن قتال بدر، فقال: غبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، لئن الله أشهدني قتالا للمشركين ليرين الله كيف أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما يصنع هؤلاء، يعني أصحابه. ثم تقدم فلقيه سعد فقال: يا أخي، ما فعلت أنا معك؟ فلم أستطع أن أصنع ما صنع. فوجد فيه 84 من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فكنا نقول فيه وفي أصحابه: نزلت، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر. قال يزيد، يعني هذه الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، واسم عمه أنس بن النضر. حدثنا عبد القدوس بن محمد القطان البصري، حدثنا عمرو بن عاصم عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية فقال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإنما روي عن موسى بن طلحة عن أبيه. حدثنا أبو كريب، حدثنا يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى بن طلحة عن أبيهما طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه، من هو؟ وكانوا لا يجترئون على مسألته، يوقرونه ويهابونه. فسأله الأعرابي فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر،
فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: هذا ممن قضى نحبه. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن بكير. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأني فقال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله تعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. حتى بلغ: للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقلت: في أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. حدثنا قتيبة، حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن يحيى بن عبيد عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، في بيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجللهم بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله. قال: أنت على مكانك وأنت على خير. قال: هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، إنما نعرفه من حديث حماد بن سلمة. قال: وفي الباب عن أبي الحمراء ومعقل بن يسار وأم سلمة. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا داود بن الزبرقان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه بالعتق فأعتقه، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، إلى قوله: وكان أمر الله مفعولا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قالوا:
تزوج حليلة ابنه. فأنزل الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه وهو صغير، فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد. فأنزل الله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فلان مولى فلان وفلان أخو فلان، هو أقسط عند الله يعني أعدل. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب قد روي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه الآية. هذا الحرف لم يرو بطوله. حدثنا بذلك عبد الله بن واضح الكوفي، حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود بن أبي هند، حدثنا محمد بن أبان، حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه الآية. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن قزعة بصري، حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي في قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، قال: ما كان ليعيش له فيكم ولد ذكر. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سليمان بن كثير عن حسين عن عكرمة عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء، فنزلت هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: نزلت هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، في شأن زينب بنت جحش، جاء زيد يشكو فهم بطلاقها، فاستأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها.
قال: فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهلكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني، ثم أنزل الله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. الآية. قالت: فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر، كنت من الطلقاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي. حدثنا عبد، حدثنا روح عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات. قال: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فأحل الله فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وحرم كل ذات دين غير الإسلام، ثم قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى قوله: خالصة لك من دون المؤمنين، وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام. قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء قال: قالت عائشة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أشهل بن حاتم قال ابن عون: حدثناه عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى باب امرأة عرس بها، فإذا عندها قوم، فانطلق فقضى حاجته واحتبس فرجع وقد خرجوا. قال: فدخل وأرخى بيننا وبينه سترا. قال: فذكرته لأبي طلحة قال، فقال: لئن كان كما تقول لينزلن في هذا شيء، فنزلت آية الحجاب. هذا حديث غريب من هذا الوجه. حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن الجعد بن عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، قال: فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور، فقالت: يا أنس، اذهب بهذا إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فقل: بعثت إليك بها أمي وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا منا لك قليل. فقال: ضع. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، فسمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال: قلت لأنس: عددكم كم كانوا؟ قال: زهاء 300. قال: وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس هات التور. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق 10 10 وليأكل كل إنسان مما يليه. قال: فأكلوا حتى شبعوا. قال: فخرجت الطائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم. قال: فقال لي: يا أنس ارفع. قال: فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال: وجلس منهم طوائف يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه. قال: فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآيات. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى آخر الآية. قال الجعد: قال أنس: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والجعد هو ابن عثمان، ويقال هو ابن دينار، ويكنى أبا عثمان بصري، وهو ثقة عند أهل الحديث. روى عنه يونس بن عبيد وشعبة وحماد بن زيد. حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد: حدثني أبي عن بيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من نسائه، فأرسلني فدعوت قوما إلى الطعام، فلما أكلوا وخرجوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلقا قبل بيت عائشة، فرأى رجلين جالسين فانصرف راجعا، قام الرجلان فخرجا، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث بيان، وروى ثابت عن أنس هذا الحديث بطوله. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري: حدثنا معن، حدثنا مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد الذي كان أري النداء بالصلاة أخبره عن ابن مسعود الأنصاري أنه قال:
أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. قال: وفي الباب عن علي وأبي حميد وكعب بن عجرة وطلحة بن عبيد الله وأبي سعيد وزيد بن خارجة، ويقال حارثة وبريدة. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا روح بن عبادة عن عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا ما يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقال: ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا. وإن موسى عليه السلام خلى يوما وحده، فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه فطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن الناس خلقا وأبرأه مما كانوا يقولون. قال: وقام الحجر فأخذ ثوبه ولبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر عصاه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو كريب وعبد بن حميد وغير واحد قالوا: أخبرنا أبو أسامة عن الحسن بن الحكم النخعي، حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك المرادي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ فأذن لي في قتالهم وأمرني. فلما خرجت من عنده سأل عني ما فعل الغطيفي، فأخبر أني قد سرت. قال: فأرسل في أثري فردني، فأتيته وهو في نفر من أصحابه، فقال: ادعوا القوم، فمن أسلم منهم فاقبل منه، ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك. قال: وأنزل في سبأ ما أنزل. فقال رجل: يا رسول الله، وما سبأ؟ أرض أو امرأة؟ قال: ليست بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب، فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة. فأما الذين تشاءموا
فلخم وجذام وغسان وعاملة. وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير ومذحج وأنمار وكندة. فقال رجل: يا رسول الله، وما أنمار؟ قال: الذين منهم خثعم وبجيلة. وروي هذا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قال: والشياطين بعضهم فوق بعض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبح له حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماء. ثم سأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة: ماذا قال ربكم؟ قال: فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، ويختطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونها إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يحرفون ويزيدون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن رجال من الأنصار قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بمعناه. حدثنا بذلك الحسين بن حريث، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الوليد بن عيزار أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجال من كندة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال: هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن وزير الواسطي، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال:
كانت بنو سلم في ناحية المدينة، فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب، فلم ينتقلوا. قال: هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري، وأبو سفيان هو طريف السعدي. حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري يا أبا ذر أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها: اطلعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. قال: ثم قرأ: ذلك مستقر لها. قال: وذلك قراءة عبد الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا معتمر بن سليمان، حدثنا ليث بن أبي سليم عن بشر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما به لا يفارقه، وإن دعا رجل رجلا. ثم قرأ قول الله: وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن رجل عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قال: 20,000. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله: وجعلنا ذريته هم الباقين. قال: حام وسام ويافث كذا. قال أبو عيسى: يقال يافث ويافث بالتاء والثاء، ويقال يفث. قال: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بشير. حدثنا بشر بن معاذ العقدي، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافث أبو الروم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمود بن غيلان وعبد بن حميد، المعنى واحد، قالا: حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن الأعمش عن يحيى قال: عبد هو ابن عباد، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وعند أبي طالب مجلس رجل، فقام أبو جهل كي يمنعه، وشكوه إلى أبي طالب فقال: يا ابن أخي، ماذا تريد من قومك؟ قال: إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال: كلمة واحدة؟ قال: كلمة واحدة. قال: يا عمي، يقول: لا إله إلا الله،
فقالوا إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال فنزل فيهم القرآن صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق إلى قوله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وروى يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش نحو هذا الحديث. وقال يحيى بن عمارة حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان نحوه عن الأعمش حدثنا سلمة بن شبيب وعبد بن حميد قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة قال أحسبه في المنام فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا. قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال في نحري فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم. قال في الكفارات والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. قال أبو عيسى وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلا وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك. قال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت ربي لا أدري. فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب. قال يا محمد فقلت لبيك ربي وسعديك. قال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الدرجات والكفارات وفي نقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال وفي الباب عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم بطوله وقال إني نعست فاستثقلت نوما فرأيت ربي في أحسن صورة فقال فيما يختصم الملأ الأعلى. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا أبو هانئ اليشكري
حدثنا جهضم بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي أنه حدثه عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعا فثوب بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته، فلما سلم دعا بصوته قال لنا: على مصافكم كما أنتم، ثم انفتل إلينا ثم قال: أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. قالها ثلاثا. قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: ما هن؟ قلت: مشي الأقدام إلى الحسنات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء حين الكريهات. قال: فيما؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام. قال: سل، قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق، فادرسوها ثم تعلموها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا خالد بن اللجداج حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وهذا غير محفوظ. هكذا ذكر الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عائش قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح، وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال: نعم. فقال: إن الأمر إذن لشديد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد حدثنا حبان بن هلال وسليمان بن حرب وحجاج بن منهال قالوا: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد
قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب. قال: وشهر بن حوشب يروي عن أم سلمة الأنصارية، وأم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: وما قدر الله حق قدره. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا محمد بن الصلت، حدثنا أبو كدينة عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا يهودي، حدثنا. فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه والأرض على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه؟ وأشار أبو جعفر محمد بن الصلت بخنصره أولا، ثم تابع حتى بلغ الإبهام، فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب قال: رأيت محمد بن إسماعيل روى هذا الحديث عن الحسن بن شجاع عن محمد بن الصلت. حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرو عن مجاهد قال: قال ابن عباس: أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لا. قال: أجل، والله ما تدري. حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: قلت: فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على جسر جهنم. وفي الحديث قصة. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: على الصراط يا عائشة. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن مطرف عن عطية العوفي
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. وربما قال سفيان: على الله توكلنا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رواه الأعمش أيضا عن عطية عن أبي سعيد. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي، عن بشر بن شغاف، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال أعرابي: يا رسول الله، ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. قال: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث سليمان التيمي. حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال يهودي بسوق المدينة: لا والذي اصطفى موسى على البشر. قال: فرفع رجل من الأنصار يده فصك بها وجهه. قال: تقول هذا وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينتظرون، فأكون أول من رفع رأسه، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله، ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، أخبرني أبو إسحاق أن الأغر أبا مسلم حدثه عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال أبو عيسى: وروى ابن المبارك وغيره هذا الحديث عن الثوري ولم يرفعه. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: اختصم عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، قليلا فقه قلوبهم كثيرا شحم بطونهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر:
يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنت مستترا بأستار الكعبة، فجاء ثلاثة نفر كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، قرشي وختناه ثقفيان، ثقفي وختناه قرشيان، فتكلموا بكلام لم أفهمه. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه، وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمع. فقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمعه كله. فقال عبد الله: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، إلى قوله: فأصبحتم من الخاسرين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله نحوه. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس، حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة، حدثنا سهل بن أبي حزم القطيعي، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: قد قال الناس ثم كفر أكثرهم، فمن مات عليها فهو ممن استقام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سمعت أبا زرعة يقول: روى عفان عن عمرو بن علي حديثا، ويروى في هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما معنى استقاموا. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا بندار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت طاووسا قال: سئل ابن عباس عن هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: أعجلت؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عباس. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا عبيد الله بن الوزاع، حدثني شيخ من بني مرة قال: قدمت الكوفة فأخبرت عن بلال بن أبي بردة، فقلت: إن فيه لمعتبرا، فأتيته وهو محبوس في داره التي قد كان بنى. قال: وإذا كل شيء منه قد تغير من العذاب والضرب، وإذا هو في قشاش. فقلت: الحمد لله يا بلال، لقد رأيتك وأنت تمر بنا تمسك بأنفك من غير غبار، وأنت في حالك هذا اليوم. فقال: ممن أنت؟ فقلت:
من بني مرة بن عباد، فقال: ألا أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به؟ قلت: هات. قال: حدثني أبي أبو بردة عن أبيه أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. قال: وقرأ: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن بشر ويعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار، وحجاج ثقة مقارب الحديث، وأبو غالب اسمه حذور.